لعشاق البطاطس المحمرة زيي، جبت لكم النهارده بقى منتج هيعجبكم جدا جدا، بطاطس صوابع محمرة زي بتاعت البيت بالظبط وأطعمة كمان. أنا لما شفتها بص أنا اتجننت بصراحة، يعني قلت لازم أجيبها وأجربها قدامكم. أنا أعرف بطاطس شيبسي، أعرف بطاطس طويلة، أعرف بطاطس حاجات غريبة، لكن بطاطس صوابع، بطاطس صوابع يا جدعان، أنا واحد من عشاق البطاطس المحمرة قوي يعني. البطاطس دي عاملة 9 جنيه، يعني دول دي كده لوحدها كده عاملة 9 جنيه، ده شكلها، ده بطعم الملح والخل، وده بطعم الكاتشب، وده بطعم الدجاج المشوي. عايز اقول لك وزنها ايه، ثواني هقول لك دلوقتي وزنها ايه يا صديقي. 45 جرام الوزن الصافي، يعني اي واحده من دول 45 جرام ب 9 جنيه. فتعالوا بقى كده نفتح بقى كده وندوق، علشان انا متحمس جدا جدا جدا. هنجرب اول حاجه اللي بالملح والخل، هي زي فتحه البرينجلز كده بالظبط. بطاطس محمرة يا جدعان. ده شكلها بطاطس محمرة صوابع عادي جدا، ريحة خل. ده شكلها برضو من على قريب بطاطس، هي يعني بالزي الصوابع بتاعت البيت، لان الصوابع بتاعت البيت بتبقى تخينة شوية. دي حاجة كده زي ايه، مقرمشات او سناكس كده بسيطة يعني. فتعالوا ندوقها، بسم الله. ما بتبداش دي كده يا جدعان، تبدأ كده. عجباني قوي، سناكس خفيفه قوي يعني، طعم الخل والملح مظبوط قوي قوي فيه. تعالوا ندوق بقى دلوقتي اللي بالدجاج المشوي. ده شكل اللي بالدجاج المشوي، نفس الفكره يعني. فناخد كده حبه، دول كده الحبه اللي هندوقهم، بسم الله. انا متمزج قوي. طعم الدجاج برضو حلو قوي قوي يعني، لحد دلوقتي عجبني الاتنين دول. كده فاضل اللي بطعم الكاتشب، ده شكله من جوه، كلهم نفس الشكل يعني. البطاطس بس رفيعه قوي قوي، ولكن تمام، هي كسناكس او حاجه خفيفه كده تمام قوي قوي. مش دي بقى اللي تحطها في العيش بقى يا زميلي وتاكل بقى وكده، لا، هي تفضل تتسلى فيها بس كده، لكن مش تحطها بقى في الشندوتش بقى وتاكل بقى زي البطاطس الصوابع بتاعت البيت يعني. ندوق بقى بطاطس الصوابع اللي بالكاتشبس، يلا بينا. انا بصراحه اول مره بصراحه اشوف شيبسي صوابع، يعني في شيبسي طويل، في شيبسي اللي هو بتاعنا العادي اللي هو الشيبس العادي، لكن شيبسي صوابع او بطاطس صوابع اول مره بصراحه ادوقها، واول مره اشوفها اصلا في حياتي يعني. لكن كتجربه حلوه جدا جدا. ممكن بس يعني ملحوظه بس ان السعر غالي قوي قوي شويه، فكره 10 جنيه او 9 جنيه على واحده زي دي. هو الطعم حلو قوي قوي، لكن السعر غالي بس سيكه صغننين يعني. ولكن كتجربه جامده جدا جدا يعني. لو انت بتحب البطاطس كده زيي، البطاطس المحمره بقى تجيبها يا باشا على طول. ولو هتجيب هات بالكاتشب او الفراخ، لان الاثنين دول عاجبني جدا جدا يعني. هو ده برده حلو جدا جدا، ولكن كمقارنه مع الكاتشب والفراخ لا، فده يركن جدا على جنب شويه يعني. لكن لو انت بتحب بقى الخل والملح والكلام ده، برده ممكن تجيبه، برده جامد جدا جدا جامد جدا جدا. البطاطس المحمره، البطاطس المحمره، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. والانستجرام طبعا عشان هناك بنقدم عظمه جدا، والتيك توك يا زميلي بالمره. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.